حصل في أحداث السنة، في أحداث رأس السنة أو ما يسمى باحتفال رأس السنة امبارح وامبارح في السودان، يعني أحداث خطيرة جدا لأول مرة يمكن تمر بها البلاد، ودي مع الموجة طبعا بتاعت العلمانيين والملاحدة والقاعدين اللي مادة ينشروا فيه الفواحش ويسبوا في الله سبحانه وتعالى ويسبوا في الإسلام، بل طعن بعضهم في القرآن واستهزأ بسورة الفلق وسورة المسد كما شاهد الناس. فالجماعة دي أصلا هدفهم ينشروا الفاحشة، ده أول حاجة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فده دارين العلمانيين أصلا، لأن البيئة دار هيئوها لنشر الإلحاد والكفر بالله ومحاربة الإسلام، البيئة دي ما تستوي عندهم في فهمهم إلا إذا نشر الفواحش والشهوات، كما قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ففي رأس السنة حصل اغتصاب لبعض البنات كما هو مصور موجود، فأنا أعلق على الموضوع تعليق خفيف بس. أول حاجة الفيديو المنتشر ده فيديو كأنه ممثل، قد يكون حصل اغتصاب في رأس السنة، لكن أنا بعلق على الفيديو الواحد ده كأنه ممثل، لأنه الزول المسك الكاميرا اللي بصور بدأ بيصور قبل ما البتين دي ليجوا وقبل ما الولدين والمعاهم دي ليجوا ويحصل بيناتهم ما حصل، بيصور قبل الكلام ده. دي الملاحظة الأولى، يعني كأنه فيلم وهو متوقع اللي هيحصل ده أصلا. اثنين، في عربية واقفة برادو عند كروزر منورة للكاميرا عشان تصور من البداية، يبقى الموضوع ده موضوع مجهز. ونمرة ثلاثة، الدليل على الكلام ده انه ثاني يوم طوالي من الحدث ده طوالي العلمانيين والملاحدة وغيرهم من المجارمة رفعوا طوالي شعار قالوا دايرين التأييد او التوقيع على اتفاقية السيداو عشان يحموا المرأة او النساء من العنف اللي حصل امبارح طوالي قبل ساعات. معناته الشغلة دي مسلسل متكامل بحلقاته وتمثيلية مكتملة الأركان، لكن فضل له ركن واحد بس إنه دقسوا العلمانيين، جاء الواد ده كان بصور قبل ما البتين يجوا وقبل ما الولدين يجوا، ده واحد، وعامل لهم نور عشان التصوير يكون واضح برضه، ده اثنين، والشغلة مفبركة واضحة يعني، البتين ذاته بعد ما مشى من الأولاد جوا راجعين تاني للأولاد، الشغلة ملعوبة. الهدف منها إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وربنا سبحانه وتعالى توعد أمثال هؤلاء من العلمانيين وغيرهم إنه ربنا سبحانه وتعالى هيعذبهم عذاب أليم إذا ما تابوا في الدنيا، وهيعذبهم عذاب أليم في الآخرة كما في الآية الكريمة السابقة. نمرة اثنين وآخر حاجة، الحل يا جماعة للتحرش بالنساء واغتصاب البنات وانتشار الزنا وغيره، الحل ما في سيداو، لأن سيداو ده بيجيب الكلام ده ذاته، بل بيجيبه بعد ذلك بالغانون كمان ويبقى مقنن والعياذ بالله. الحل ما سيداو العلمانيين والشيوعيين وغيره، الحل تطبيق الدين، وأي أب يطبق الدين في نفسه في مرضه في بناته في أولاده، وأي رب أسرة يمسك أسرته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته، وذكر الرجل راع في أهل بيته مسؤول عن رعيته، وذكر المرأة راعية في بيت زوجها مسؤول عن رعيته، وراعي ومسؤول يعني مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى من رعيته إذا ضيعها. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. والحديث بتاع كلكم راع ومسؤول عن رعيته ده عنده قصة، قال بسبب القصة دي روى الحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو إن عبد الله بن عمر شاف راعي غنم سايق له غنم، وفي مرعى حسن ومرعى يعني سيء ما فيه حشائش وناشف كذا، فراعي الغنم ده يدخل الغنم في المرعى السيء، وعبد الله بن عمر شافه وقال له يا راعي الغنم ويلك أو ويحك، اتق الله وأدخلها في المرعى الحسن، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته إلى أن ذكر والرجل راع في بيته. فإذا كان الغنم ربنا بيسأل راعيها عنا يوم القيامة، ودي بهائم لا تعقل وحيوانات، فكيف يا
آباء الأسر وأرباب الأسر الكريمة المسلمة، كيف ربما ما يسألكم من بناتكم تخلون يطلعوا بالليل، والواحد تقعد تجي الساعة 3 صباحا للبيت، وغادي يجيب صاحبة كما زعموا، يجيب راجع لحد البيت يقول والله خفت من الكلاب على الضوء. طبعا خير الكلاب من هذا العلماني والملحد الجابر. المهم يا ناس اتقوا الله سبحانه وتعالى، ربنا يسألكم. أوعاكم تظن إنه حالتكم الاقتصادية وأموركم المعيشية هتنصلح إذا أنتم أغضبتوا ربنا أو عصيتوا ربنا أو كفرتوا بربنا زي ما بيفعلوا العلمانيين في شتم الدين ونشر الفاحشة واستحلالها كمان. ما يمكن ربنا يخلي إحنا نحارب وربنا يفتح لنا في معيشنا، لأنه ربنا جعل شر. قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والحال الليلة ماشي كل يوم في سوء وكل يوم ماشي في ضيق، فهل من معتبر وهل من متعظ؟ 200 الناس يصحوا ويفوقوا ويعرفوا أن العلمانيين والشيوعيين والملاحدة ديل هم ألد أعداء الدين، هم دارين تشيع الفاحشة بالذين آمنوا، والله ما دار لكم خير. حتى لو رفعوا لهم شعارات ودنيا وما بعرف شنو، الناس كذابين مجارمة العلمانيين ديل. وده الآن أكبر دليل اللي حصل في هذا السنة ده على إجرام هؤلاء العلمانيين والملاحدة أعداء الإسلام وأعداء الدين، بل وأعداء البشرية كلها وأعداء البشرية كلها. وعندهم تجارب الاتحاد السوفيتي وغيره حصل بيسووا مجاعات، بيسووا شيء عند ذاتهم. راح ضحية المجاعة من الاتحاد السوفيتي 250 مليون إنسان، وحصلت مجاعة لم تشهدها البشرية في تاريخها الأول إلى ذلك اليوم أبدا وإلى هذا اليوم. حتى قال لي جاع الناس لحد ما انتشر الظاهرة أكل لحوم البشر ولحوم الأطفال، بيخطفوا الأطفال ويأكلوهم من الجوع. كل بسبب الهبالة والإلحاد اللي بينشروا هؤلاء العلمانيين. ودين طبعا الناس مجارمة، يقتلوا الكثير ويمشوا بجنازته. امبارح يعملوا الهوس السنة، بكرة يقولوا الحل في سيداو. شغلة مفبركة وشغلة ممثلة، وربما يكون حصل برضه بعض حالات الاغتصاب والأخرى بعض الصعاليك والعصابات، ما في مشكلة. لكن المنظر ده كان مفبرك. وثاني يوم طوالي، ثاني يوم طوالي صراحة قالوا سيداو هو الحل لاغتصاب النساء، احنا ما نشوف، ولكن الناس طيرة عشان ما نفهم الكلام. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.